ومن بين هذه الجدران وفي هذه الظروف الصعبة تعيش سيدة عظيمة تولت لوحدها مسؤولية أبنائها الثمانية واحتضنتهم بعد انفصالها عن والدهم. قصة ملهمة لمها الإمرأة القوية اللي تعيش مع أبنائها في منزلها المتواضع واللي تشاركها المنزل أختها مرام. هي وأبنائها الأيتام الستة غرف مكدسة، أثاث متهالك وحتى شبه معدوم، لا خزائن ولا أدراج ولا حتى أرفف. استقبلونا بكل حفاوة في مجلسهم ذو الأثاث البسيط. يعني الموضوع كله كان صعب علي جدا، يعني كون أكون أم وأخت وأب مسؤولة عن أسرة، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطاني القوة وأعطاني الصبر، وأهم شيء الصبر في الحياة، لولا الصبر كان إنسان ما قدر يسوي أي شيء. طلبات العيال، طلبات البنات تزيد، أكيد احتياجهم يزيد. أكيد أكثر شيء تحسين ودك إنك توفرين لهم؟ ودي حقيقة يعني أوفر لهم كل ما يتمنوه، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ودي حقيقي في الحياة دي يكون عندي بيت كبير. المفروض والله العظيم يا مها هذه الدموع ما تنزل، بالعكس أنا اللي مفروض دموعي تنزل، المفروض اللي يشوفونا دموعهم تنزل. مبادرة بسيطة إحنا نحاول نسعد فيها هذه العائلة، وما أعتقد أصلاً إنه ممكن حتى الشيء اللي نسويه يعني ممكن يكون الشيء اللي إحنا نتمناه. إحنا نسعى ونحاول، بس إيش تتوقعين إحنا ممكن نغير في هذا البيت؟ كل اللي أتمنى الاستقرار، يكون عندي بيت زي ما قلت لك أنا وأبنائي، نعيش حياة الاستقرار لو مرة في حياتنا. يعني مها ومرام نموذج لحال الكثير من السيدات اللي أجبرتهم الظروف على تحمل أدوارهم كأمهات وآباء لأبنائهم. كيف نقدر إحنا اليوم في كلام نواعم نغير هالحياة لهالعائلة؟ وش الشيء اللي ممكن ننجزه في يوم واحد فقط؟ حنشوف في الحلقة الجاية فريق كلام نواعم بالشراكة مع مؤسسة سين الوقفية إيش قدروا يقدمون لهؤلاء النساء القويات المكافحات في خلال 24 ساعة فقط. وطبعاً ما ننسى جهود المؤسسات الحكومية الإنسانية الكبيرة لمساعدة هذه الأسر في المملكة، لكن إحنا هذه المرة حبينا نساعد ونساهم في هذه الجهود الجبارة لو بجرعة صغيرة من الأمل، وحبينا نشارك في رسم البسمة على وجوههم، وراح تعرفون كيف صارت في الحلقة الجاية. يا جماعة أنا كنت فخورة أني أنا كنت مشاركة في هذه المبادرة، وتعلمت قديش ترديد كلمة الحمد لله أو نقول دائما الحمد لله نعمة عظيمة.